رغم بعدها عن بيتها وعائلتها جغرافيا، إلا أن وسائل التواصل الاجتماعي قربت المسافة بينهما وأصبح الجميع في تطبيق واحد. ياسمينة لم تقضي العيد في منزلها، ولكنها ترافق عائلتها من خلال هاتفها الذكي. عيدك اختي صافا؟ مش راكي؟ الحمد لله. العيد بلا دارنا ماشي عيد، ولازم نكون اون كونتاكت معهم، سورتو انا بعيد على دارنا. هذه حاجه وحده. حاجه دوزيام، اختي في ليترونجي، لازم نكون اون كونتاكت معها في العيد. هي تعيد معايا وانا نعيد معها سور لي ريزو سوسيو. وسائل الاتصال الجديده وعن طريق تطبيقات تكنولوجيه حديثه وبسرعة تدفق عالية، أصبح ارتباطها بالحياة اليومية حتميا، كيف لا حين يصبح الغائب عن البيت حاضرا عن طريق اتصال واحد. بكري كنا نشوفها بجانب سلبي، اليوم أنا شخصيا فادتني بزاف في حياتي الاجتماعية والعلاقات التوعية. ومن جهة واحدة أخرى كل واحد فاش تساعده، خاصة اليوم احنا في العيد، أبل فيديو سلكني فيسبوك، حكيت مع أختي في ليترونجي، مع دارنا بعاد عليا، كل واحد كيفاش. مظاهر العيد بجمالها وروعتها عكستها مواقع التواصل الاجتماعي التي تلونت هي الأخرى بألوان العيد عبر عديد المنشورات، فجولة قصيرة فيها تجعلك تطير في كل ولايات الوطن لتتعرف على العادات والتقاليد ومظاهر الفرحة. إذن هي نقطة إيجابية أخرى سجلتها مواقع التواصل الاجتماعي في جانبها حين أصبحت مكانا ليتشارك فيه الأحباب والأصدقاء وحتى العائلة البعيدة عن بعضها أجواء الفرح.